عايز اسال حضرتك استاذ دعاء، في مهارات كتيره مختلفه، في مهارات عقليه ذهنيه، صح، في مهارات حركيه، صحيح. ازاي اتعامل مع كل مهاره ودوري هنا كاب وكام ايه في التعامل معها؟ طيب احنا عندنا اصلا البيبي اول ما بيتولد لازم نشتغل على ثلاث مهارات مهمه جدا، عشان النقطه اللي اتكلمت عليها ان اول سنتين بينمو المخ بشكل كبير، في الثانيه الواحده سبحان الله في مخ الرضيع بينمو 250 الف وصله عصبيه. العدد ده مش بينمو بعد ما الطفل بيتم سنتين، بيبتدي بقى الوصلات دي تتشابك وتترابط. فانا عايزه كل ام عندها طفل اقل من سنتين بتسمعنا ان هي تبتدي تركز على المهارات الحركيه، ان انا ازحف، اتقلب، اقعد، امشي، ده مهم قوي. طب اعمل ايه عشان اوصل الطفل للمرحله دي؟ اهم نشاط بنسميه الجيم بتاع البيبي الرضيع ان الطفل ينام على بطنه. الام بتشتكي ان الطفل لما بتيجي تنيمه على بطنه بيبكي ويصرخ ويفضل يخبط راسه في الارض او يبقى مش عايز يكمل. فدايما اقول لها استخدمي عنصر جذب، حطيه قدامه انت او لعبه مثلا زي معانا اللعبه دي. والله انا بقى اللعب اللي معاكي كده عايزين نشوف في حاجات حلوه جايباها معاكي. ربنا يكرمك يا رب. فنبتدي بقى نمسك اللعبه دي واشغله بيها، اعمل له صوت الاسد، صوت القطه، حتى لو وصلنا ان هو الطفل بينام دقيقه على مواصفات اللعبه متخرج. بقى هي حاجه غير قابله انها تقع في الزور، انها تتحشر، انها تدخل في اي مجرى الأنف، انها بالزبط. حاجه كبيره ظاهره اختفت، يبقى احنا عارفين راحت فين. يعني في مواصفات للحاجه اللي بتتحط جاذبه للانتباه. وانا بفضل جدا في السن اللي اقل من سنتين، لان امهات كتير بتيجي تشتكي لي كل حاجه على بقه. هو اصلا الطفل في المرحله دي بنسميه فموي، يعني هو بيكتشف كل شيء عن طريق الفم. فمن باب الامان نحاول نختار العاب قطنيه، نبعد شويه عن البلاستيك، لان البلاستيك برضو لو ام عايزه تشتري حاجه بلاستيك او سيليكون لازم تبقى عارفه ان هي فري بيبي ايه، يعني خاليه من المواد المسرطنه، لان اوقات كتير العاب بيعاد تصنيعها من بلاستيك، معاد تدوير، وده مش صحي خالص للرضع اللي احنا بنتكلم عليهم اقل من سنتين. فهنستخدم الالعاب القطنيه في ان الطفل بيبقى نايم على بطنه وانا اشغله بيها. ايه تاني ممكن؟ حاجه بتعمل صوت زي دي، فالطفل هنا بيبقى بنمي عنده حاسه السمع وفي نفس الوقت بلفت انتباهه في وقت التمرين على البطن. فانا عايزه اشتغل على السمع، الانتباه، وبرده عضلات جسمه عشان اخلي الرضيع يتطور. نيجي بقى النقطة مهمه قوي، ده معتقد عايزه اصلحه عند الاسر الكتير مع الرضع. اتفضل. البيبي بيتولد بيروحوا بقى محل الالعاب يجيبوا حاجات بقى بالوان مبهجه، اورنج واصفر، وهو اصلا مش شايفهم. الطفل الرضيع اول ما بيتولد اول 3 شهور بيشوف اسود وابيض فقط. فانا لو رحت جبت اي لعبه يتفاعل معاها بالوان اللي هي المبهجه دي هو مش شايفها، مش هتفاعل. فالام تقول جبت اللعبه ومش بيلتفت ليها، والفلوس اترمت في الارض، لان انا ما اخترتش لعبه مناسبه للوقت ده او للسن ده. فاحنا عايزين نحط قاعده انه ابتدت محلات الالعاب هنا في مصر توفر لنا العاب باللون الابيض والاسود للرضع، بتبقى قطن وفيها مثلا بيعملوا الحيوانات فيها ابيض واسود بالنقاط، خطوط، بحيث تلفت نظر انتباه الطفل. نبتدي من 3 شهور ل6 شهور يبتدي الطفل يشوف الالوان بالتدريج، احمر والازرق والاخضر والاصفر. باقي الالوان من 6 شهور. فانا لو هختار اي لعبه لطفلي اول 3 شهور هيبقى اسود وابيض، بعد كده هدخل احمر. زي مثلا الكارد ده، دي كروت مخصصه للرضع بتبقى معموله بالالوان اللي الاطفال بتشوفها. فانا لو حطيتها قدام الطفل طبيعي انه يتفاعل معاها لانها باللون اللي هو شايفه. ويعني التباين او الكونتراست اللي موجود بين اللونين بيصور له او بيساعده ان يشوف الابعاد بتاعه الرسمه او الصوره. وبرده لازم نراعي المسافه، الرضيع اقل من 3 شهور محتاجين ان احنا ما نزيدش نبعد المسافه عن 30 سنتي، لان هو ما يقدرش يشوف على بعد كبير. احنا بنتخيل ان الرضيع اول ما يتولد بتبقى الرؤيه عنده كامله، بس الرؤيه بتتطور مع الرضيع اول 3 شهور خطوه بخطوه. فمهم جدا عشان اساعده على كمان تطور حاسه السمع والبصر بشكل قوي ان انا اوفر له حاجات كده، دي بنسميها التحفيز البصري للرضيع، فيبقى الانتباه عنده عالي، الوعي، طفل يبقى منتبه. حتى كمان المعلقات ساعات برضو عاملين في المحلات دلوقتي معلقات بالالوان دي، اهي احمر وابيض واسود، بنعلقها للرضيع كده فوقه بخيط عند اي ام وتعلقها له. الطفل بيحاول يرفع ايده عشان يشدها ويعمل يستخدم الحركه يعني. بالظبط، فبيحرك عضلات ايده. ادينا قوينا عضلات ايده، قوينا الانتباه والبصر. جميل.